القباب المبنية على القبور مخالفة للشرع، يعني يدفن ويقام على قبره بنية وقبة أو يجعل مسجد، هذا ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا وسيلة إلى الشرك. يدفن في الصحراء مثل غيره ولا يجعل عليه شيء. الصحابة أفضل قرون الأمة كانوا يدفنون في البقيع ولا يجعل على قبورهم شيء، إنما الرسول عزل وجعل في بيته حفاظا عليه من الغلو. فألبنا على القبور هذا منهي عنه، وسيلة من وسائل الشرك، وجعل القباب عليها هذا مما يجعل العوام يتعلقون بها. لكن قبر الرسول ما بني عليه، ما بني عليه، وإنما دفن في بيته عليه الصلاة والسلام.